السلام عليكم. نكمل طلاب الفيديو السابق حول الجيومتري بالنسبة ببرنامج ستاد برو. طبعا رسمنا هذا المبنى وقلنا نختار اللي هو مكون من طابقين، نختاره ثم نقوم بعملية الترانسليشن. فاختارينا اول شيء 5 متر، ثم وقلنا 6 متر نسوي حتى يصير عندنا اختلاف في الابعاد. هنا بعدين نكمل انه نسوي لينك سبيس، نختار كل الاشكال جيومتري اونلي، لوك جيومتري اونلي اونلي بروبرتي، كل الجيومتري والبروبرتي وكذلك الخصائص تنقل مع الجيومتري. الان اختارينا سبيس ستيبل لوك، نسويها الثانية. وش قد مسافة؟ 5. فصار عندنا خطوتين، والخطوة الثانية صارت 5 متر. طبعا الان نجي على اتجاه، يبقى عندنا اتجاه. احنا هنا دائما طبعا لاحظ الشكل مرسوم باي بلين اللي هو طبعا الاكس واي، والزد اللي هو عمودي على اتجاه الورقه. فبهالحاله راح نختار الزد واللي هو مثلا اما بلس او ماينس. اذا اختارينا مثلا زد في الاتجاه فراح يتجهنا باتجاه ال اتجاهنا عمودي على اللوحة. فنضغط طبعا نختار مرتين، نشوفه راح يكون لنا المنبر بهذا الشكل. نضغط بيم راح يعطينا المنشأ، نحركه راح نلاحظ. طبعا من دور الشكل راح يدور عندنا بهالاتجاه هذا. فعندنا هذا المنشأ. طبعا من ربطنا لينك بيز، شوف هنا ربطنا القاعدة مع بعضها المنبر، فاحنا ما نحتاجها لانه باعتبار عندنا كولومز مثلا فنحذفها. طبعا اي شيء يصير عندنا ممكن تغييره تعديله بالشكل هذا. بس عندنا هذا المنشأ هو اللي احنا نحتاجه. طبعا الان احنا طابقين، الان اذا اريد مثلا نسوي فد امتداد للطابق الاخر باتجاه، الان طبعا من دور الشكل راح يدور معانا الاكس والواي والزد اللي هو تم تثبيته بالبدايه يبقى ثابت. الان الحركه باتجاه الاكس باعتبار هذا البلين هو، فاريد نمد مثلا سقيفه اماميه بسيطه لمتر، مسافه معينه متر، فنقول هنا ترانسليشن لمسافه متر واحد. او متر متر ونص مثلا، متر ونص مسافة. لينك نربطها all خطوة واحدة، فما نحتاج نضغط هنا، يعني بقت بنقول هنا خطوة ثانية حياخذ المسافة هذه، فاحنا بقينا على هذه الخطوة واتجاه هو اكس. فنضغط ترانسليت feet one step متر link space all باتجاه الاكس 5 مدتها. هذه هسه صار عندنا سقيفة أمامية للأمام. كوماند عندنا هنا بليت فيو تول بارز، عندنا
الروتيت فقدت قبل شوية، هذه طبعا تعلمتوها المفروض ترجع لنا هنا. فنحتاج مثلا ندور كش الشكل هذا. فمنتم فقط عندكم اي تولز ممكن عن طريق ريفيو تروحون تول بارز وتختاروها حتى ممكن استخدامها. الان نقدر ندور الشكل حتى يكون شكل اوضح واضح. زين، الان اريد مثلا نكمل بعد طابق ثالث، مثلا فنضغط هنا ندور حتى السهولة. فش نختار؟ طبعا اختار هذا السقف، السقيفة أمامية كانت ليبر ولا ترانسليت جيومتري ترانسليت، أو خلينا نختار فقط واحدة حتى يكون عندنا. هي 3 متر بس السابق، لينك سبيس خطوة واحدة بها اتجاه عندنا من هنا ساعدنا طبعا وين اتجاه الواي. استخدمنا الزد واستخدمنا الاكس واستخدمنا الواي بنفس المثال، بس من الطابق رفعني على الأعلى. طبعا سوى لينك، شوف ربط هذه، فاحنا ما نحتاج هذه، يعني قلنا لينك حتى يصير عندنا فقط سقيفة ونقدر نخليه إذا أكو أعمدة في الحالة. فهسه الآن ندور طبعا نضغط على البيم حتى يبين لنا فقط المنشأ. صار عندنا بهالشكل هذا. هذا المبنى كامل هسه الآن، هذه كمرحلة ممكن التعديل عليه، إضافة أي جزء طوابق أخرى بهالطريقة هذه. الآن مثلا إذا أريد نرسم، طبعا بعد هذه الخطوة يجي إضافة سنأتي عليها لاحقا كيفية إعطاء البروبرتي. خلينا نرسم مثلا تراس. إحنا طبعا بالسبيس وما لقينا فد شكل تراس مناسب إنه، بنرسم تراس مثلا. فنختار الجزء التالي، نعود إلى البيم، نرجع إلى الشكل الأدنى الثلاثي، طلعتنا هذا الشكل. المفروض أي شكل تراس نرسمه فنذهب إلى البيم أيضا هالشكل هذا مثلا. طبعا نرسمه على شكل نودز. طبعا بأي شكل تراس نختار احنا اللي ممكن اسمه. الآن نختار الستركتشر